ماكينة كده بتركب جنب الهولدر وبقدر استخدمها وبتقيس لي بالياردة او بالمتر. يا ترى ايه دي؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة جديدة. معلومة النهاردة هي غريبة شوية، بس هقول لكم ايه الهدف منها. اول حاجة، ماكينة شكلها عجيب كده، شبه صندوق الدنيا شوية، ولكن هي ليها هدف. ايه هدفها؟ هدفها ان هي تقيس لي بكرة الخيط وانا بلفها، فتديني عدد الامتار او الياردات للخيط ده قد ايه تحديدا. طيب ايه الهدف ان انا اعرف قد ايه عدد الياردات ده، يعني قد ايه تحديدا؟ الهدف حاجة بسيطة جدا. انا لما باجي استخدم بكرة، البكرة دي مفروض ان هي مثلا بتكون 250 متر، زي ما احنا عارفين ان 250 متر بتوفر اكتر من البقرة اللي هي 100 متر، ولكن احيانا البقر مش بيكون مكتوب عليه لانه بكون رميت الليبل بتاعه او انه بواقي خيوط، بس عايزة اقدر الخيط ده قد ايه تحديدا عشان اعمل بيه ايه برضو، فاهمني؟ بلاقي كتير على الجروبات بناس بتبقى حيرانة، عندي وعندي وعندي وعندي، يا ترى ينفع او يقضي كوفية، ينفع او يقضي مثلا فستان او كده. وناس كتيرة طبعا بتقعد تدي تقييماتها بناء على الخبرة بتاعتها، ولكن انا ما عنديش خبرة، تمام؟ او عندي خبرة بس عايزة اعرف الخيط ده مقاسه او كميته قد ايه. واحيانا يعني العالم دي بتقيس الخيط وهي بتلفه، لانه بيكونوا شاكين في الشركه، يعني الشركه مثلا بتديكي بتقولك ان الخيط ده 250 متر، وفي الاخر ما تلاقيهوش 250 متر، بتبقى عايزه تعرفي تحديدا قد ايه، مش بس بالنظر او بالوزن كده وخلاص. بتستخدمي الماكينه دي تشتغل معاكي وانتي بتلفي البكرة بتاعتك. طبعا احنا عارفين ان لفة البكرة وهي قاعدة كده احسن من لفتها اللي بتجينا احنا بالمرة، يعني بتقيس البكرة دي قد ايه، بحيث انك تتأكدي ان الشركة دي بتبيعلك المقاس او الوزن المظبوط او لا، وعلى الاساس ده بتعرفي انتي هتشتري كمية خيط قد ايه لكوفية او لفستان. فهو هدف الماكينة دي بس كده، مفيش اي حاجة تاني، هي بس ان انتي بتقيسي بيها عدد الياردات او عدد المترات اللي طالع من الخيط ده قد ايه، وعلى اساس ذلك انت بتعرفي ان البكرة دي مقاسها مظبوط او الكمية اللي محددها لك الشركة دي مظبوطة، فبتشتري منها الكمية المناسبة ليكي، او عندك بواقي خيوط وعايزة تعرفي كميتها قد ايه تحديدا. وطبعا مش بتكلم على الجرامات، بتكلم على الامتار او الياردات على حسب وحدة القياس بتاعتك. فلما بتحددي حاجة زي كده انت بتريحي نفسك وبتقدري تقدري الكمية المظبوطة ليكي. وبس خلاص، فيديو النهاردة يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوا اللينكات تبعها موجودة في صندوق الوصف، ولو بتشوفوني من على تيك توك او الانستا هتلاقوا اللينكات دي موجودة في البايو. مع السلامة، باي.